وللحديث أكثر حول تحركات الأسواق العالمية والعملات تنضم إلينا نادية البلاسي وهي محللة الأسواق في إيكويتي جروب. أهلا بك. بداية نادية، دعينا نتحدث على التحركات التي شهدناها على الدولار خلال هذا العام، ولا تزال هناك التوقعات تشير إلى دخول الأسواق في حالة ركود، فهل سنتوقع مسار صاعد للدولار في الفترات القادمة وخلال العام المقبل؟ مرحبا ساري. في الواقع احنا شاهدنا ان الدولار الامريكي منذ يعني رفع اسعار الفائده كان في اتجاه صاعد، ولكن بعد تصريحات او تدخل البنك المركزي الياباني امس، تصريحاته نوعا ما كانت اكثر متشدده، مما خلى ان الين يصعد امام الدولار الامريكي، وبالفعل الدولار انخفض الى مستويات 103، ولذلك شاهدنا يعني العملات الأخرى تتصاعد مقابل الدولار الأمريكي. في حالة الركود الاقتصادي في دول يعني تشهد already يعني تضخم وركود اقتصادي، ولكن بنسبة 70% من بلومبرج، من تصريحات بلومبرج، أن ستشهد الاقتصاد الأمريكي بنسبة 70% ركود في الربع الأول في العام المقبل، وممكن أن نشهده أن يمد يعني إلى 2024. ولكن في اقتصادات العالم الأخرى ممكن أن تشهد ركود اقتصادي أقوى، ولكن البيانات الاقتصادية ستظهر لنا هذا. ويعني بالطبع أن التضخم كان مدته أطول، لذلك سنشهد ركود تضخمي أطول. نعم نادية، للحديث الآن فيما يتعلق بأسعار النفط اللي شهدنا اليوم ارتفاعات للجلسة الرابعة على التوالي، واستطاع أيضا الخام الأمريكي أن يصعد فوق مستويات 78 دولار، برأيك مع تراجع المخزونات الأمريكية وعودة أيضا الطلب من الصين، كيف ستكون تحركات أسعار الخامات في الفترة المقبلة؟ بالفعل سالي، كان يعني تفاؤل افتتاح الصين دعم أسعار النفط وأيضا انخفاض الدولار الأمريكي، لذلك نشهد الخام غار تكساس الوسيط فوق مستويات 78 دولار، وخام برانت عند مستويات 82 دولار، ويعني ممكن أن نتوقع أن نشهدهم يعني على اتجاهات صعود أكثر، وذلك من يعني مستفادة من انخفاض الدولار الأمريكي وأيضا افتتاح الصين وعوامل أخرى. وأيضا شهدنا هذه السنة أن قطاع يعني قطاع الأنرجي كان في من أكثر الأوائل المكاسب في هذا العام، ومن المتوقع أيضا أن نشهده يعني في اتجاهات صعود أكثر في العام المقبل أيضا، بشأن التضخم وبشأن يعني رفع أسعار الفائدة التي أيضا تدعم نوعا ما أسعار النفط. نعم، عم نشهد بعض الضعف على تحركات الدولار، ولربما هاي الحركة أعطت بعض الزخم بالنسبة لحركة الذهب خلال الجلسة الماضية، وأيضا خلال استقراره فوق مستويات 1800 دولار بالنسبة للأونصة، لكن كان بيانات إيجابية أيضا شهدها الاقتصاد الأمريكي بالنسبة لثقة المستهلك، ونترقب أيضا مؤشر الإنفاق الشخصي خلال هذا الأسبوع، برأيك كيف ستكون انعكاسات هذه البيانات أيضا على تحركات الذهب؟ نعم، شاهدنا يعني لو عايزين نتكلم على الذهب والمعدن الثمين لازم برضو نتكلم على الدولار الأمريكي. فيعني إنه انخفض هذا الشهر من هذه القمم المرتفعة الذي كان عليها منذ رفع البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة دعمت كثير الملاذات الآمنة، إضافة إلى أن نحن في نهاية السنة والمستثمرين يعني يتوجهون أكثر إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والين. وأيضا مع ارتفاع الين وانخفاض الدولار شهدنا أن الذهب قدر أن يكسر مستويات 1800
100%. ولكن بالشكل الفني يعني لو عايزين نشوف إذا سيستمر هذا اتجاه الصعود فيعني أو الاتجاه الصاعد يرغب أن يكسر الذهب مستويات 1825 وال 1830 وهو 50% على يعني الفيبوناتشي ريتريسمنت الذي 50% من القمة الذي شهدها الذهب وكسرها من قبل عن مستويات 2070 ومن الانخفاضات الذي شهدها هذا العام أيضا عند مستويات 1680 فالخمسين بالنصف هي عند مستويات 1830 وإذا كسر هذه المستويات فسوف نشهده يعني يستمر في هذا الاتجاه الصاعد. نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.